بتعرفي شو؟ ما بدي رنم بقى. ليش؟ لأنه خايفة. أوقاتك بحس حالي إنه مستحية طلع صوتي أو إنه بخاف إنه يطلع صوتي مش مزبوط. طب جنبي آخر مرة، أنا بوثق فيك. طيب أوكي، لآخر مرة رح جرب. روح القدس الساكن فيك هو عم يعطيك الجرأة. بتعرفي شو ربكا، معك حق. وأنا عم برنم حسيت كأنه في قوة من جواتي هي اللي رنمت فيها، مش أنا اللي كنت عم برنم. مين قال؟ هو سأل إذا فشلنا لازم نستسلم. أوكي يا رفقاتي، رح خبركن قصة. في بنت درست تمريض بس كانت تحب كتير التمثيل وقدمت على 10 أداء تجارب أوديشنز يعني، واسمها ليزا كودرو، وفشلت فيهم كلهم بس ما استسلمت، ضلت تروح وتقدم وانقبلت بمسلسل. وبهذا المسلسل بلشت تمثيل، بس حذروا شو يا رفقاتي، اجى هذا المخرج وقال له انه لا سوري لازم توقفي تمثيل، ما حب تمثيلها ابدا، وقال له انه ما عندك الموهبه بالتمثيل. اكيد استسلمت لانه انا مطرحها اكيد بستسلم. لا ما استسلمت يا ريبيكا، لانه رجعت راحت ومثلت بمسلسل اسمه فريندز لايك اس، اللي هو هلا اسمه فريندز، وصارت ممثله كثير بارعه ومشهوره بالعالم. شو حلو انه نكون نحن مثل هيدي البنت عم نآمن بحالنا بالمواهب يلي الرب عطانا اياها، على الرغم من انه الناس اللي حوالينا ما بتآمن فينا وما بتشجعنا عليهم. مهم يكون واحد مسابق بهيدا الشيء. اخ يا جيل شو هيدا؟ بتعرفي هيدي ذكرتني بقصة داود. شو هي قصة داود؟ داود كان راعي صغير وواجع عملاق كبير، ولكن الملك ما كان عم يوثق فيه، بس هو بسبب انه عارف انه الله معه قدر يواجه العملاق وينتصر عليه ويربح هيدي المعركة. واو، يعني احنا كتير منتعلم يا رفقاتي من قصة داود انه ما لازم نسمع لحكي العالم وشو بيقولولنا اذا نحن مثلا عنا موهبة او شيء الرب حطه فينا ونحن بدنا ننميه، والعالم يمكن ما بتوثق فينا، نحن لازم نوثق بحالنا لانه يسوع بيوثق فينا، وكلمته بتقول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. ويا رفقاتي انا ما عم بقلكن شيء بس كرمال انه لكم كلمات، لكن انا اختبرته بحياتي. انا بمطارح بحياتي كنت يمكن افشل، مثل ما هلا شفتونا على البيانو انه خاف مثلا رنم على صوت عالي، انه خايفه مثلا يمكن ما يطلع صوت كتير قوي، بس مسكت يا رفقاتي بكلمه يسوع لانه عرفت انه وقت انا كنت ضعيفه قوتي كانت عم تجي منه لانه هو ساكن فيي ومش مني. مين قال؟ هو سد انه لازم نستسلم للخوف. في شي مرة قطعت فيها بحياتك استسلمت فيها للخوف أو قدرت تتغلبي عليه؟ بتعرف الشي، هلأ تذكرت قصة وقتها أنا كنت كتير صغيرة، كلنا بنعرف شو هي الماث الرياضيات، هي المادة كتير يمكن صعبة، بس أنا كنت مرنة كتير يمكن شاطرة فيها، هيك كانوا يقولوه للمعلمات. بعدين وصلت لمرحلة الصف السابع ونقلت مدرسة وصار عندي معلمات جديدة، وبهالفترة المعلمة حتى لو شفتني أنه كنت يمكن عم بفشل بالماث بس وثقت فيي، وبالرغم أنه أنا يمكن بعترف أنه أنا استسلمت أنه قلت أنه يمكن أنا ماني شاطرة بالماث، بس هي كانت عم بتشوف شي فيي أنا ما كنت شايفته. وخلال هالفترة من الصف السابع لحديت ما تخرجت صاروا علاماتي الأعلى بالصف بالمات، وصرت الأولى يا رفقاتي بالصف بالمات، حتى أنه انعافيت من الامتحانات اللي كانوا يعملوها آخر السنة. واو شو حلو هذا الاختبار، بيعلمنا أنه نكون دايماً بمجتمع مع ناس بيوثقوا فينا. أكيد، ومش بس هيك، وحتى يا رفقاتي إذا ما كنتوا محاوطين بناس بتوثق فيكم، أنتوا لازم ما تستسلموا للخوف وتوثقوا بالشي اللي يسوع عطاكم إياه. ما تنسوا يا أصحابي تشاركونا برأيكم وبقصصكم. باي. لمشاهدة المزيد من الحلقات
زوروا سات 7 بلس.